بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على ما يستفاد من الآيات من قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما زلنا مع الآية، مع هذه الآية، ويؤخذ منها بناء ويؤخذ منها إتماما لما سبق، أن دم المعصوم بالإسلام أو بالعهد لا يهدر، ولذلك أوجب الله فيه الكفارة في قتل الخطأ، مع أن القاتل خطأ ليس له قصد وليس عليه إثم من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أوجب فيه الدية والكفارة احتراما للدماء واحتياطا لها، فليست كغيرها. يؤخذ أيضا من الآية الكريمة وجوب اجتناب كل ما قد يؤدي إلى قتل نفس محترمة، كل نفس محترمة بإسلام أو بعهد أو أمان، وذلك باتخاذ الوسائل الواقية من الوقوع في قتل الخطأ. وكما نبهنا في الحلقة السابقة أن هذا ينصب على قائدي المركبات أكثر من غيرهم، وكذلك الذي يريد أن يطلق سهما أو قذيفة أو غير ذلك، فعليه أن يستبرح المكان لا يكون فيه من يصاب بهذا، فيستبرح المكان تماما ولا يرمي ويقول أنا لا أرى أحدا، عليه أن يتأكد، لأن هذه الدماء محترمة عند الله ومعصومة، فلا يجوز التساهل فيها. ويؤخذ من هذه الآية أنه يجب على قرابة الشخص وعصباته وعاقلته أن يمنعوه من كل ما يضر بالآخرين، لأنهم إذا عرفوا أنهم سيحملون دية الخطأ فإنهم يأخذون على يد قريبهم، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس، فيشترون السيارات والأسلحة للمراهقين والأطفال أو من في عقولهم قصور، فلا يحتاطون معهم لئلا يتعدى الضرر إلى أوليائهم بسبب الإهمال. والدين الإسلام دين التعاون ودين التضامن، الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا الشاب الطائش يسرف في قيادة السيارة بالسرعة الجنونية، أو يعمل ما يسمونه بالتفحيط والعبث بالحديد والنار بين الناس، فهذا من التسبب القريب، فعليهم أن يمنعوا، عليهم أن يمنعوا قريبهم من هذه الأمور، فعليهم مسؤولية نحو قريبهم، بدليل أن الله حملهم الدية. ويؤخذ من قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أن عليه أنواعا من الوعيد،
والعياذ بالله. أولها أن جزاءه جهنم وهي النار والعياذ بالله، والثاني أن الله غضب عليه، والثالث أن الله لعنه وطرده وأبعده من رحمته، والرابع أن الله قد أعد له العذاب العظيم. فهذه أنواع من الوعيد، هذه أنواع من الوعيد على من قتل عمدا عدوانا بغير حق، سواء قتل مسلما أو قتل معاهدا أو مستأمنا، فإن عليه هذه الأنواع من الوعيد. بل جاء في حق من قتل معاهدا قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا مما يدل على أن القتل عمدا عدوانا أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. وفي الحديث: ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي دم المؤمن، هي نفس المؤمن ونفس المعاهد والمستأمن، فإن الله حرم دماءهم بالعهود. فهؤلاء الذين يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام ويقاتلون الكفار، يسمون أعمالهم جهادا في سبيل الله، ويقتلون المعاهدين والمستأمنين، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، بل هو من محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكما سمعنا وتكرر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فأين هم من الجهاد في سبيل الله؟ وأين هم من احترام دماء المسلمين حينما يفجرون في الحارات وفي العمارات وفي الممرات التي يمر منها المسلم وغير المسلم؟ يمر منها كل من يمر معها أو يسكن فيها، فإنه معصوم الدم سواء بالإيمان بالإسلام أو بالعهد والأمان. فكل من في بلاد المسلمين ممن قدموا بأمان من المسلمين وبإذن من المسلمين أو من ولي أمرهم فإنهم حرام قتلهم، ولا يكون هذا جهادا، بل يكون هذا من التخريب والعياذ بالله. علاوة على ما في ذلك من استحلال دماء المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.